Lara. وكذلك ترحب بكم بمعرض المنتوجات الأمازيغية المتواجد داخل المركز والذي سيمتد على مدى 3 أيام. تقدم لكم هذه الجمعية معرضا للأزياء والمنظم بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية لدورته الخامسة لسنة 1962. خير ما نبتدئ به وهو آيات بينات من الذكر الحكيم والتي ستتلوها على مسامعنا التلميذة السوسية أمازيغية الأصل دعاء الهيوي، فتتفضل مشكورة. الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. 1962 هذا الحفل الذي أضحى تخليدا سنويا يسلط الضوء على مكون أساسي لتراثنا الثقافي وعاداتنا الأصيلة، فتخليد السنة الأمازيغية الذي نحييه اليوم هو استرجاع لتراثنا العريق واستحضار للذاكرة وإحياء الطقوس ظل الأمازيغ متشبثين بها، وللتعبير الأصيل من خصال الكرم والجود والتكافل الاجتماعي من مكونات المجتمع. وختاما أتمنى لكم فرجة ممتعة